الفنان عادل إمام قام بدور مرزوق، الفنان سعيد صالح قام بدور بركات، الفنانة سوسن بدر قامت بدور فاطمة بياعة الكشري، الفنان محمد الدفراوي قام بدور الكينج الجيار، الفنان مصطفى متولي قام بدور المعلم بلقسي، الفنان أحمد لوكسر قام بدور أمين مساعد الكينج، الفنان محمد متولي قام بدور خوليو صديق مرزوق وبركات، الفنان مدحت غالي قام بدور الباشا حسان، الفنان فكري صادق قام بدور الضابط، الفنانة مينيرفا قامت بدور جيهان تبع الكينج، الفنانة أمل إبراهيم قامت بدور زوجة أمين، الفنان محمد أبو حشيش قام بدور قاطع الطريق.